ورد إلينا خبر عاجل منذ قليل من السودان. توفي الدكتور محيي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين السودانيين الأسبق والأستاذ بجامعة القرآن الكريم ومؤسس صحيفة الأسبوع. الأستاذ تيتاوي مدرسة في علوم الصحافة، تخرج على يديه العديد من الصحفيين السودانيين، ظل يعمل في مجال التدريس بعد انتهاء دورته في اتحاد الصحفيين السودان، حيث حقق العديد من الإنجازات والمكاسب إبان توليه نقابة الصحفيين. الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص تعازينا القلبية في وفاة الإعلامي والصحفي الكبير الدكتور محيي الدين تيتاوي. سيوارى الثرى بمقابر فاروق عند 11 من صباح اليوم الثلاثاء، أسابه الله الجنة وبارك في ذريته.